قدمنا نصيحة لقيس سعيد قبل إصدار النص اللي ورد تحت تسمية دستور الجمهورية التونسية بالرأي الرسمي. سبق أنه قلنا له ننصحك بعدم إدخال هذا النص حيز التنفيذ، لأنه باش تنهي به الشرعية نتاعك، باعتبار أنه بالإطلاع على هذا النص نشوفه أنه أحكامه الانتقالية تقول أنه بعد دخول هذا النص حيز التنفيذ، الأمر 117 سيبقى ساري المفعول في مجال التشريع فقط، وبالتالي في كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة وضبط السياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى مفعول الأمر 117. لهنا احنا نقولوا أنه النص هذا جديد، جاء في الفصل 92 نتاعو، يمين دستورية جديدة مختلفة عن اليمين الدستورية بتاع الدستور السابق اللي تم إلغاؤه، وبالتالي اليوم قيس سعيد لا زال مرتبطا باليمين الدستورية للدستور السابق، ولا يمكنه أن يؤدي اليمين الدستورية بناء على النص الجديد، وهذه اليمين كما قلنا حتى نصها يختلف عن اليمين السابقة. اليوم هو ليس رئيس منتخب، تبقى هذا النص الجديد، ولا وجود لأي مجالس أو مؤسسات اللي هو باش يؤدي اليمين قدامها، وحتى الناس اللي تقول باش يعين المحكمة الدستورية راهو ما ينجم يباشر أي مهمة رسمية في الدولة بعد صدور النص بالرائد الرسمي ودخوله حيز التنفيذ إلا ما يكون أدى اليمين، وبالتالي حتى عملية تعيين المحكمة الدستورية باش تكون عملية مخالفة للدستور. هذاك علاش احنا توا وجهنا له محضر تنبيه بعد المنفذ، ولهنا نفتح قوس أنه مؤسسة رئاسة الجمهورية أصبحت عندها عادة أنه كيف تجيها مراسلة من الحزب الدستوري الحر وإلا محضر تنبيه بعد المنفذ، تتسلم المراسلة أو المحضر، تدخل وتقعد ساعة من زمان الداخل يطلعوا عليه، ثم يخرجوا ويرفضوا التسلم بطريقة رسمية، وذا فيه انتهاك لحقوقنا كمواطنين ومبدأ المساواة أمام الإدارة، وفيه تسييس للإدارة واستيلاء على مكتب الضبط وتحويله كمكتب تابع لقيس سعيد. هذا يرينا في رئاسة الحكومة، رينا في الوزارات، ورينا في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وذا يهدد الحقوق الجوهرية للمواطنين. بعثنا له محضر التنبيه، طلبنا منه في النقطة الأولى أنه يعلن الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ويعتبر نفسه بمثابة القائم بمهام رئاسة الجمهورية، ويدعو فورا إلى انتخابات رئاسية اللي بها هي الشعب التونسي ينتخب رئيس جديد اللي هو يقوم بأداء اليمين ويقوم بتسيير الدولة في إطار، ما احنا ما نحكيوش على شرعية الدستور نتاعو من عدمها، لكن على الأقل في إطار يتطابق مع النص اللي هو مفروض اليوم باش يطبق على التوانسة. احنا المبدأ نتاعنا أنه كيف أنت حطيت نص باش تطبقوا على 12 مليون تونسي، تبدأ تطبقوا على نفسك أولا، وغير معقول أن يحكمنا شخص ويطلع على أسرار الدولة ويأذن بصرف المال العام ويدير دواليب البلاد وهو لم يؤدي اليمين الدستورية على الدستور الذي يقول أنه الدستور الحالي للجمهورية التونسية، يجب يتخلص من اليمين السابقة. وقلنا أنه حتى الحكومة الحالية أو أي حكومة يقوم هو بتعيينها راهي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي ما عندها حتى صلاحيات لإبرام أي اتفاقيات وإلا أي التزامات مالية أو مهما كان نوعها في حق الشعب التونسي مع المؤسسات الدولية. وذلك علاش احنا نقولوا أننا لن نعترف بأي اتفاقيات تقوم بها أي حكومة معينة خارج إطار الممارسة الشرعية للسلطة التنفيذية. من ناحية ثانية، الناس الكل قاعدة تتكلم على الانتخابات التشريعية، وقاعدة تتكلم أنه قيس سعيد سيصدر في الأيام القادمة قانونا انتخابيا. لهنا أنا نحب نسأل بأي حق هو يسمح لنفسه أنه يصدر قانون اللي هو على مقاسه، اللي هو باش يخدم روحه به، أنه هو باش يقصي به منافسه الأساسي والجوهري في البلاد اللي هو الحزب الدستوري الحر في الانتخابات التشريعية ومرشحة الحزب الدستوري الحر في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد هو فاعل سياسي كيفنا كيفه، غدوة باش يخضع هو بيده للقانون الانتخابي نهار اللي يتقدم للرئاسية، وإلا الجوقة اللي اليوم تقدم في روحها باسمه هو، واللي الزرقوني حذر في روحه باش يحطها في المرتبة الأولى باش يقنع التوانسة أنه راهو ولت عنده أغلبية ساحقة حتى في المجلس النيابي. لهنا بأي حق هو يحضر لهم هذا القانون ويحطه على مقاسه، ويقسم الدوائر الانتخابية كما يحب هو، يعمل طريقة الاقتراع كما يساعده هو، يعمل شروط الترشح ويفرض وثائق اللي هي تعطيها الإدارة والإدارة تحته هو، وينجم يتعصف على خصومه باش يحرمهم من الترشح. هذا غير مقبول لأنه هذا مخالف للمعايير الدولية.